لكن لا يمكن إلغاء هذا العلم، وهذا العلم موجود عند الصحابة والسلف الصالح رضوان الله عليهم، مفهوم؟ أي نعم. فالذي يأتي ويتكلم بأي كلام نرجع إلى العلماء، وافقوا الحمد لله، خالفوا رددناه، مفهوم؟ إذن هو علم بالغ الأهمية غزير الفائدة، فائدته التمكن وحصول قدرة عند الطالب في استنباط الأحكام من أدلتها على أسس سليمة. نعم، يأتي مثلا ويقرأ إنما الأعمال بالنيات، يقول إنما أداة حصر، الأعمال الهنا للاستغراق أو لبيان الجن أو مثلا، ويبدأ يستنبط الأحكام من أدلتها على أسس سليمة، مفهوم؟ نعم. ولهذا سيأتي معنا الآن، الطالب يدرس ثم يطبق وحده، يعني ما يفتي. يأتي مثلا الآن درست علم الأصول، تأتي لدليل من الأدلة، تقرأ الحمد لله رب العالمين، تقول ألف الحمد ألا الاستغراقية أو ألا التي لبيان الجنس أو العهدية مثلا. نعم، لله اللام للاختصاص والاستحقاق، ثم كذا كذا كذا، تستنبط تكتب الفوائد، ثم تعرض هذه الفوائد، تأتي مثلا بتفسير ابن كثير وتنظر، وافقت الحمد لله، خالفت تلغي، ثم تأتي لدليل آخر، تأخذ مثلا بلوغ المرام مثلا، ثم تأتي تطبق، تقول قال النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن ماء البحر قال هو الطهور ماء، تقول لو قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم خرج السؤال مخرج الجواب، لكن هذا من فقه المفتي وهو النبي صلى الله عليه وسلم هنا، وتستنبط الفوائد، ثم تعرض هذا الفوائد على مثلا شرح الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، وعلى هذا تتدرب، مفهوم؟ أي نعم، هذا ثمرة العلم الآن. نعم. قال رحمه الله هذا أصول الفقه لفظا لقب الفن من جزئين قد تركبا، الأول الأصول ثم الثاني الفقه والجزئان مفردان. اسم هذا العلم، العلم يسمى بماذا؟ بأصول الفقه. أصول الفقه هذه الكلمة، كلمة أصول مع كلمة فقه. طيب كيف نعرف هذا العلم؟ قال نعرف كلمة أصول على حدة وكلمة فقه على حدة، ثم نجمع الكلمتين، قال هو اسم لهذا الفن. ما معنى أصول الفقه؟ مفهوم؟ نعم. قال رحمه الله فالأصل ما عليه غيره بني، الأصل ضد الفرع، وبضدها تتبين الأشياء، وهذا سهل جدا. العلم ضد الجهل، الأصل ضد الفرع، أصلها ثابت وفرعها في السماء، وقال الأصل هو ما يبنى عليه غيره، والفرع ما ينبني على غيره، مفهوم؟ إيش أصلك؟ قال أصلي فلان ابن فلان ابن فلان، صح، هذه الأصول. والفروع التي تتفرع منك، الأولاد، قال عندي بفضل الله عبد الرحمن وخديجة مثلا، صح، هؤلاء فروع. وكذلك قال عبد الرحمن عنده عبد الله، هذا فروع، مفهوم الشيخ؟ نعم، أصلها ثابت وفرعها في السماء، هذا كلمة أصل. نعم. قال رحمه الله فالأصل ما عليه غيره بني والفرع ما على سواه ينبني. نعم. الفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي. نعم، ما هو الفقه إخواننا؟ ما هو الفقه؟ الفقه لغة الفهم، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، قالوا يا شعيب ما نفقه، يعني ما نفهم، كذبوا والله. نعم، نبي من الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام. نعم، قال ولكن لا تفقهون تسبيحهم، يعني لا تفهمون. إذن الفقه لغة الفهم، واصطلاحا ما معنى الاصطلاح؟ الاصطلاح يأتي علماء الفن، يأتي علماء الفن. هنا من علماء الفن؟
علماء الأصول ويتصالح فيما بينهم، يجعل كلمة لها معنى عندهم. ومن الخلل، أكبر خلل، أنه تقرأ في كتب الفقهاء وتحمل على اصطلاح علماء الحديث، خطأ. وتأتي في كتب علماء الحديث وتحمل على اصطلاح الفقهاء، أنت تحمل على اصطلاح هذا القائل، مفهوم؟ أي نعم. يعني أنا أتي الكويت الآن وأسمع أهل الكويت يتكلموا بكلمة، أحمل على اصطلاح من؟ اصطلاح أهل السعودية؟ لا، اصطلاح أهل الكويت. يعني مثلا في الإمارات الآن يقولوا عيش، العيش عندنا هو الخبز، والعيش عندهم هو الرز، مفهوم؟ بخطأ أن أحمل على اصطلاحي أنا. ولهذا يخطئ بعض الطلاب، قال كيف يقول هذا كذا؟ نقول لا، هذا أنت تمشي على اصطلاح المؤلف، سيأتي معنى هذا أيضا. نعم، فتصالح علماء الفن على هذا التعريف عندهم. إذن السنة عند المحدثين مثل السنة عند الفقهاء؟ لا. إذن هنا نحمل فقط التعريف هنا على اصطلاح من؟ لو قال اصطلاحا، اصطلاح علماء الأصول. الفقه لغة الفهم، واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. معرفة، المعرفة كيف تكون؟ بالعلم اليقين وبالقول الراجح. معرفة الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية يعني الأحكام المتلقاة من الشرع، كتاب والسنة. العملية، خرج بهذا الاعتقاد، فالاعتقاد لا يسمى فقه هنا، لكن يسمى فقه أكبر عند علماء العقيدة. نعم، هنا لا يسمى فقه، مفهوم؟ الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. من يفصل في الأدلة؟ الفقهاء. ومن يجمل في الأدلة؟ علماء الأصول. إذن هنا ندرس ولا نذكر الفقه أصلا. قد تذكر بعض مسائل الفقه، لكن الفقه لا يؤخذ من كتب الأصول. يعني قد يأتي طالب ويقول هذه المسألة، مسألة الصلاة في عمامة حرير، أفتى فيها الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، أين؟ قال في الأصول، من علم الأصول. نقول لا، ما يصح، لأنه قد يأتي بمثال خطأ حتى تفهم القاعدة. أما أردت مسألة فقهية ترجع إلى مثلا الشرح الممتع، مفهوم يا أخي؟ إذن هنا قد تذكر مسائل فقهية من باب التمثيل للقاعدة. طيب، نعم، بأدلتها التفصيلية. نعم. قال رحمه الله: والحكم واجب ومندوب، وما أبيح والمكروه مع ما حرم. أين تعريف الفن؟ أصول الفقه، أين التعريف؟ هو عرف الآن كلمة أصول وعرف كلمة فقه. طيب، اسم هذا الفن أصول الفقه لم يعرف، يأتي، المفروض يعرف هنا، لكن أخر، لا إشكال يا أخي، مفهوم؟ نعم. الآن يريد يذكر لك الأحكام. الأحكام جمع حكم، وهو مقتضى خطاب الشارع من طلب أو ترك أو صحة أو فساد أو وضع. نعم، والأحكام عندنا تنقسم إلى قسمين: أحكام تكليفية، أحكام تكليفية، وأحكام وضعية. الأحكام التكليفية متعلقة بالمكلفين. من المكلف؟ قال فليت شعري، من المكلف؟ من يجيب يا أخوان؟ من هو المكلف؟ ولا لا، واحد. نعم يا أخي، تفضل. المسلم البالغ العاقل. خطأ. إذن الكافر غير مكلف على هذا الكلام، والكافر يقول لك جزاك الله خير. البالغ العاقل، بالغ وعاقل، خرج بهذا الصغير والمجنون، مع أن الصغير مكلف لكن تكليف غير مساوي لتكليف البالغ، مفهوم؟ نعم. إذن من هو المكلف؟ البالغ العاقل. أسألك أنت، هل الكافر مكلف؟
ولا شك المرأة، العبد، الجن، تمام. لأنه عندما قال بعضهم قال رجل، لا ما يمكن، الرجل والمرأة والحر والعبد، صحيح، والإنس والجن، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. إذن المكلف هو البالغ العاقل. إذن هذا القسم الأول، الأحكام التكليفية متعلقة بالمكلفين خمسة: واجب ومندوب، مستحب ومباح، ومكروه ومحرم. لا ترتب، إما ترتب بهذا الترتيب أو تأتي تقول واجب محرم، صح، مستحب مكروه مباح، أو تأتي من أسفل: محرم مكروه مباح مستحب واجب. ترتب العلم، لأن العلم إذا دخل مرتب بإذن الله متى شئت يخرج مرتب. يعني الشيخ يدرس، أسأل الله يفتح عليه يا رب، درس علم الفرائض، وشي طالب يقول له أذكر الوارثين من الذكور، يقول الوارثين من الذكور، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، الجد، يقول نعم، والعم الشقيق، نعم، يقول يا أخي روح احفظ. أما يأتي طالب يعني درس وكذا يقول الابن وابن الابن والأب والجد والأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأم والعم الشقيق وابن الأخ لأب والعم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب والزوج المعتق، صح. أذكر أركان الصلاة، يقول أركان الصلاة أركان الصلاة أركان الصلاة أركان الصلاة، أي نعم نعم نعم، السجود أعضاء السبعة، نعم، وقراءة الفاتحة، نعم، هذا ما يعده. أما يأتي طالب درس يقول القيام مع القدرة، تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، الركوع، يسرد سرد، هذا العلم، مفهوم؟ إذن العلم يدخل مرتب بإذن الله، متى شئت يخرج مرتب، يدخل مشوش لن يخرج إلا إن شاء الله، مفهوم؟ نعم. إذن ترتب أحكام شرع تكليفية وأحكام وضعية. الله سبحانه وتعالى وضع لنا أمارات وعلامات نعرف بها صحة العمل من فساده، القبول وعدم، هذا علمه عند الله، مفهوم؟ إذا هذا أقسام الأحكام. نعم. قال رحمه الله: والحكم واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع ما حرم مع الصحيح. رأيت الآن يرتب: واجب، مندوب، مباح، مكروه، محرم. ترتب العلم تسير على ما سار العلماء. نعم. مع الصحيح مطلقا والفاسد من قاعد هذان أو من عابد. من قاعد في بعض النسخ من عاقد، الصحيح من العقود والصحيح من العبادات، خلاص اكتب يعني عدل عندك، مفهوم؟ نعم. يلا امشي. قال رحمه الله: فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك في العقاب. نعم، الآن بدأ يعرف ماذا الواجب. الواجب يعرف عندنا، أولاً نعرف الواجب لغة. من يعرف للواجب لغة؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. لا، لغة الساقط واللازم. الواجب هو الساقط واللازم. يقول الساقط منها قول الله سبحانه وتعالى: فإذا وجبت جنوبها، أي سقطت، لأن الإبل تنحر قائمة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب إذا وجبت الشمس، أي سقطت وغربت. واللازم أمر واضح، يجب عليك، يعني يلزمه، صح، تمام. هذا لغة. اصطلاحا، اصطلاح من؟ علماء الأصول. نعم، من يعرف لي الواجب اصطلاحا يا أخواننا؟ نعم يا أخي. ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، خطأ. نعم الشيخ. أطلب الشارع من المكلف فعله طلبا جازما. جيد، لكن بعيد عني أنت، قرب علينا أخي، تعال هنا في تكاية هنا. الواجب عرف الآن الأخ بماذا؟ بالعقوبة.
وهذا التعريف عند بعض العلماء ومنهم الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى مردود. قال وجعلوا، أي بعض العلماء، من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، يعني لا تعرف لي بالعقوبة، صح؟ أي نعم، بالحكم. ما هي الصلاة؟ قال الصلاة تصلي لك الأجر، وإلا كذا. لا، عرف لي الصلاة، عرف لي الواجب ما هو. الواجب معه أصدقاء كم؟ 4. هؤلاء يعني لابد بالتعريف تخرج واحد، تدخل واحد وتخرج 4. فتقول الواجب ما أمر به الشارع على وجه الإلزام، ما أمر به الشارع، خرج بهذا ما أمر به، ها، ما لم يأمر به، مفهوم؟ خرج به المحرم والمكروه والمباح على وجه الإلزام، خرج به المندوب المستحب، تمام. إذا هذا التعريف الصحيح، مفهوم؟ إذا أردنا أن نعرف بالثمرة، هذا التعريف بالثمرة، التعريف الذي ذكرت خطأ. نعرف بماذا؟ نقول هو ما يثاب فاعله امتثالا، ما يثاب فاعله امتثالا، لأنه قد يصلي، مفهوم الشيخ، هكذا دون أن تثل لأمر الله سبحانه وتعالى، لا تقبل. ما يثاب فاعله امتثالا، ايش تقول؟ ويعاقب تاركه، خطأ، لأن لا نجزم بالعقاب. من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ نقول ويستحق العقاب تاركه، مفهوم؟ إذا أردنا نعرف الثمرة، هذا التعريف، خلاص. إذا عرفنا لغة وعرفنا اصطلاحا وعرفنا باعتبار الثمرة، وله أسماء الواجب، يسمى واجب وفرض وفريضة وحتم ولازم، له أسماء. عمر رضي الله عنه، عمر والفاروق، صح، وأبو حفص، ها، وثاني الخلفاء الراشدين، له أسماء، صح. أي نعم، فالواجب له أسماء يا أخي. مرة قد يقول لك واجب، ومرة فرض وفريض وحتم ولازم، مفهوم؟ نعم.